في هذا الدستور. الشعب المصري الجعان، العمال والفلاحين اللي بتتخذ حقوقهم، اللي بيعتدى على حقوقهم، كافلين باسقاط اي نظام. كان هذا راي القيادي العمالي كمال ابو عيطة في دستور 2012 الذي ابقى على نسبه تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابيه. شارك الرجل في مظاهرات كثيرة، بعضها لحركة تمرد التي استجدت تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب. عزل مرسي وعين أبو عيطة وزيرا للقوى العاملة، فاكتفى بمناشدة لجنة الخمسين بإعادة النظر في إلغاء نسبة العمال والفلاحين. وبعد إقرار إلغاء النسبة نهائيا كان هذا رأيه. لكم ولي ولكل فئة من فئات هذه الأمة العظيمة نصيب في هذا الدستور، فلتتحرك جموع شعبنا العامل من أجل إقرار هذا الدستور. لكن لم يكن هذا رأي ممثلي العمال والفلاحين في لجنة الخمسين، الذين دفعوا بالقول بأن إساءة استغلال نسبة العمال والفلاحين في عهود سابقة لا تبرر إلغاءها، بل تستدعي البحث عن آلية تمثيل حقيقي لهاتين الفئتين. لم تستجب لجنة الخمسين لأي مناشدات، فانسحب ممثلو العمال والفلاحين ولجأوا إلى وسائل الإعلام كل حسب أسلوبه. حاج محمد، في تصويت بيحصل جوه لجنة الخمسين، يعني ليه بترمي كل اللوم على السيد عمرو موسى؟ في اللجنة بيقولوا إيه؟ بص العصفورة هي على ما يخطف اللي قدام منك، وأنا قلت الكلام ده، واللجنة ثلاث أرباعها رقاصين. والحقيقة هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ عمال وفلاح مصر، عندما أقرت اللجنة للأسف الشديد يعني بشيء من القلق صورني وأنا قاعد والتربطات موجودة والناس عمالة تقوم تربط مع الناس داخل اللجنة بطريقة وكأن العمال والفلاحين صبوا في جبين هذا الوطن. ولا أدل على ما يعانيه عمال مصر وفلاحوها اليوم من دعوة رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إلى الحداد على أوضاع العمال، التي اتهم مشروع الدستور بإهدارها وطلبه في ذات الوقت من جموع العمال الموافقة على الدستور. يتشدقون بأن حقوق العاملين معطاة وهيهات. أناشد زملائي في كافة مواقع العمل أن ينتصروا لخارطة الطريق. أنا أعلم جيدا أنني أطلب منهم طلبا مستحيلا. وفي إطار متابعتنا لرصد ردود الأفعال على الدستور قبيل الاستفتاء، نعرض آراء من الشارع المصري حول الموقف من الدستور. أشارك طبعا، لأن أنا سامع عن الدستور الجديد في مصلحة بلاش لي، أنا خلصت راحت على الأولاد، يبقى أنا لازم أشارك. شايفه ان الدستور الجديد فيه حاجات ياما، انا ما بعرفش اقول كل شيء، بس اللي بيقروا حواليا والناس اللي حواليا بيقولوا ان الدستور فيه حاجات ياما للدور ده، يعني زي حكايه المعاش، زي حكايه الفلاح. اولا انا هقاطع الدستور طبعا، لان انا مش معترفه بشرعيه اللجنه الدستوريه دي، لانها لجنه معينه مش منتخبه. هشارك في الدستور عشان البلد تمشي والحركه تبقى حلوه ونقدر نشتغل ونقدر نشوف مسيره الدنيا ماشيه ازاي، ونقول نعم عشان خاطر ربنا سهل علينا كده اولادنا بتاع ويعيشوا في استقرار وامان. دستور باطل، باطل، لان احنا ما انتخبناش الناس اللي بيعملوا الدستور ده خالص، ما حدش انتخبه ولا حد وافق على اللي فيه خالص، وانا اصلا مش هنزل اي انتخابات خلاص، انتهى ان احنا ننزل انتخابات. انا والله ان شاء الله بكره هجيب وراه، لسه ما قلتوش لحد دلوقتي والله. الدستور مش عاجبني. اولا لان في ماده اي واحد مثلا يتمسك هيتحكم عليه محاكمه عسكريه، وده اصلا ده مبالغ الدوله، مش حكم العسكر اصلا ما فيش حد مدني هيستحمله. وانا لسه يعني ما قريتوش، بس انا اسمع ان هو يعني بيعيد الشرعيه وبيعيد الشعب، يعني مش تبع الدستور 2012، يعني حاجه مختلفه تماما عن الدستور 2012 خالص.